إصابة نجلي فنانة مشهورة بفيروس كورونا والنجوم يتضامنون معها. لا يزال يعاني العديد من النجوم وعائلتهم من إصابات جديدة بفيروس كورونا، والتي كان آخرها إصابة نجلي الإعلامية اللبنانية نادية البساط بالفيروس بعدما عاد كل منهما إلى لبنان خلال الساعات الماضية. نادية البساط تكشف إصابة نجليها بكورونا. نشرت الإعلامية نادية البساط عبر حسابها على تويتر تدوينة كشفت من خلالها عن تفاصيل إصابة أولادها بفيروس كورونا بعدما خضع للفحوصات التي تم إجراءها عليهما لحظة وصولهما إلى لبنان، والتي ظهرت نتائجها إيجابية، مما تسبب في احتجازهما داخل المستشفى وبداية رحلة العلاج من هذا الفيروس. وأكدت الفنانة والإعلامية نادية البساط أن أولادها لم يرى بعضهما منذ ما يقرب الستة أشهر بسبب السفر، إلا أن إصابتهم بالفيروس جمعتهم في غرفة مستشفى. فكتبت: لا شك إنها من أصعب تجارب الحياة. وصل أولادي إلى لبنان كل من بلد، وكشف فحص الكورونا إنهما يحملون الفيروس، فتلاقوا في غرفة مستشفى بعد أن تودعوا من ستة أشهر. وقالت الإعلامية نادية البساط أكدت كذلك على صمود أبنائها وقدرتهما على تجاوز هذه المحنة الصعبة، وتحديدا إنهما معا سويا في مستشفى واحدة. وأوضحت التعليمات التي فرضها الأطباء عليهما، فقالت: الطبيب منعهم من التقبيل والغمر، لكنهما كان سويا بالقلب، وقريبا بإذن الله سينتصرون على المرض نهائيا. ولم تكشف الإعلامية اللبنانية أي تفاصيل عن الدول التي قد جاء منها أولادها. وتضامن العديد من النجوم مع الإعلامية والفنانة اللبنانية في هذا الموقف الصعب الذي تمر به، حيث عبرت الفنانة نوال الزغبي عن تضامنها مع نادية البساط في هذه المحنة، بينما علقت الفنانة ماغي بغصن على تدوينة نادية البساط فكتبت: الله يحميهم ومتعافيين بإذن الله. بينما تضامن كذلك كل منا علي الجابر وسعيد الماروق ورشا خطاب وهشام حداد والإعلامية لارا مع اللبنانية نادية البساط.